السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، أول بارحة اشتريت مبخرة كهربائية وسويت لها طريقة جديدة غير الطريقة السابقة، يعني بها فرق بسيط. ذي كان بها مخلي دايود ومقاومة، هاي بدون مقاومة بس دايودات. خليت لها اثنين بطريقة الربط التوالي، لأن هسه هي بدون الدايودات تاخذ 117 ملي أمبير. 117 هواي، يعني هم تحرق البخور بسرعة الشعوطة، وهمينة تحترق هي المبخرة ما تطول. يعني هسه راح اشوفكم الربط. هذه المبخرة، هذا الواير الرئيسي اللي جاي من الكهرباء، هذا السلك قطعة اشد بيه دايود واحد، تنزل الامبيرية من واحد و يعني اذا شديت من 1.17 ملي امبير، يعني مو واحد امبير، لا 117 ملي امبير الى 64 65. واذا خليت اثنين دايودات على مود تصير يعني هادئ النار مالتها، تخلي ويا على التوالي بدون مقاومة حرارية مثل الفيديو السابق هالشكل، يعني طريقته. وهذا الدايود انا مسوي فيديو كامل بس وين تحصل هذا الدايود وشون تحصل القيمة اللي تتحمل الكهرباء. فصير تاخذ تقريبا 55 ملي امبير اذا تخلي دايودين. فشغلتها اول البارحة لحد امس العصر هي مشتغلة ما طفيتها، والبخور هم يعني هو مخلص، يعني ما بي عطر لكن ما محترق، يعني بس صاير بي لونه جوزي طوخ بس ما محترق، يعني ما تخربه بس تطلع العطر اللي بيه فقط. طبعا طريقة سهلة كلش، يعني اي واحد يقدر يسويها، حتى خواتنا العزيزات يقدرن هنا يشتغلنها، يعني يجيبن الدايود ويخلنا هالشكل بهاي الطريقة اللي انا سويتها. طريقة سهلة كلش، وبعد ما تحترق هذه المبخرة. انا مجربها وما انشر شيء اذا ما اجربه 100%. اي معلومة انقلها بالقناة ما انا متأكد معدها 100%، يعني صحتها. وافلح من صلى على محمد وآل محمد. بالتعليقات لا تبخلون علينا بالتعليقات بالصلوات ولايك ومتابعة، وشكرا لكم.